السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف ألف خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبة ليوم ان شاء الله غادي نخدم معاكم واحد شنو نقول لكم، طريقة التركاب ديال السفيفة والكابلي اللي طلبتوها ليا. غادي نخدمها لكم في التصغير ديالها، يعني في هذا الشكل الصغير. هاد الطرف هذا عندي فصلت به ظهر ودوفات ها هما، ودرت كل حاجه في لون باش يبان لكم الفرق وتبان لكم الخدمه مزيان والطريقه ديالها. وغنحاول نشرح يعني اللي في جهدي غنديرو باش هكا البنات يفهموا الطريقه كيفاش ديال الخدمه. نخدم معكم الفوق، يعني هذا الفوق هذا تيجي في خفاطنات، قميصات، كنادر، في اي حاجه غادي تشوفوا الطريقه ديالو ان شاء الله. المهم هنا اول حاجه كنديروها كنلاقاو بعدا الكتاف هما هادو. انا حتى الخيط خليته مغاير باش هكا يبان لكم اللون مزيان. ندير واحد لاريتمو. البنت اللي سولتني علاش كنديروا لاريتمو ولا شنو الدور ديالها، كنجاوبتها بالتعليق بان لاريتمو كنديروها في كل بدايه الخياطه وفي النهايه ديال الخياطه، كنديروها باش ما يتحلش لينا الخياطه، دائما في البدايه بحال هكا ونخدم، عاوتاني في نهايه الخياطه دائما كنديروا لاريتمو في الاول وفي الاخر. دابا ملي لقيت الكتاف بحال هذا الشكل كندوز ليهم هنا، كنحل هذه الخياطه اللي درت، نحلها هكا من الوسط وندوز ليها هذا الكابلي هذا اللي فسخته. بسم الله، ندوز ليها الكابلي بحال هكا في الوسط فوق الخياطه، خاصو يجي باش ما يجيناش عوج. نجيو ثاني الجهه الاخرى تاهي بحال هكا فوق الخياطه عادي. مازال هذا راه غليظ بزاف اللي خدامه به انا، حيت قديم عندي الصراحه، ماشي ديال شي حاجه، غير كان قديم عندي وزيته باش نشرح للبنات اللي باغين يفهموا هاد الكابلي والسفيف. دابا شنو تنديروا، كنجيو من التحت كنقلبوا بعدا. دابا هذا هو الوجه كما شفتوا، هو هذا الوجه، غادي نشد البياسه نقلبها على الظهر ديالها وعاد ندوز ليها طرسان حيت غادي نخدموها بالسفيفه. غادي ندير بحال هكا ونخدم نخدم على سنتيم. بالنسبه للصباط ديال الطرسان راه كاين صباط بوحدو فيه بحال واحد الدواره لداخل، ماشي غير هاد الفتحه عادي، فيه واحد بحال الدواره فين كيتخشى، ها هو بحال هكا فين كيتخشى الكابلي. صافي نبدا خدامه على سنتيم، نوصل هنا ثاني يبقى لي غير سنتيم، نخشي البره وندور الكول الدوره ديال العنق. ساهله الصراحه، ما فيش شي حاجه صعيبه. بالنسبه للكابلي هنا ثاني مين يقرب يتقاد ليا نخدم ثاني نفس الطريقه، ثاني نفسخ الكابلي. نفسخ الكابلي قلت لكم هي ندير ليه بحال هكا، يعني كتبقاي تجرب تخليه يدور حتى كيتفسخ كامل كيتحل باش ما يجيكش ملوي ولا يجمع لك الخدمه ولا يطلع لك واحد فوق واحد. صافي نوصلوا هنا للكول، كندور بيديا غادا وكنخدم. نوصل ثاني هنا يبقى سنتيم، نخشي البره عاد ندور، نقطع ليا سالا ليا الكانات فيه لون اخر كاين ماشي مشكل. نعاود من هاد البلاصه فين سالا ليا الكانات، صافي هنا كما قلت لكم سنتيم. نوصل هنا نخشي البره وندور ثاني، صافي نخرج بحالي هنا بحال تما. هاد الطريقه كدار فحال تما كان عندك الكابلي حتى لتحت، يعني اولا الكابلي والسفيفه حتى لتحت يعني على طول الجلاب. دابا شنو غندير، كما شفتوا راه خدمنا دابا الكابلي على الظهر ها هو. لاحظوا شنو غادي ندير، غناخد هاد السفيفه هادي عندي حتى هي ملويه ما غاديش تعاونني، والله الا زدت طروفه من داكشي شحال نقلب البارح في الديشي قلت نقلب على شي سفايف وشي طروفه باش نوري للبنات. هنايا كما شفتوا الطرسان كيكون في الظهر، كنقلب بحال هكا نخشي هاد السنتيم هذا هنا. ها انتم نقرب لكم الكاميرا،
هذا هو الوجه ديال مثلا القبطان. هنايا الكابلي كنديروه في الظهر ديالو، علاش؟ باش ملي نبغي نخدم السفيفه هاد السنتيم اللي خليت كنقلبو لداخل وكنحط عليه بحال هكا السفيفه، وكيجي على هذا الشكل هذا. ونكملوا دابا كما قلت لكم كنحط بحال هكا، ونبقى غادا ثاني السفيفه بحال غنحطها فوق الترسان. هي راه ما كتحطش فوق منه، ولكن انت قاديها بحال غتحط فوق منه. صافي نوصل هنا ثاني نطوي هاد السنتيم الاخر ديال الدوره، نقرب القلب ثاني كما كنقول لكم، نخشي البرا عاد ندور ثاني نطوي هاد السنتيم هذا لداخل. عرفتي شحال بيني وبين خدمه الكابلي والسفيفه؟ ما شحال تقريبا، ملي حليت هاد المحل وقبل. صافي دابا كلشي كندفعو غير للوالد كيهنيني منهم، كندفع ليه هو اللي كيخدم ليا الكابلي والسفيفه، ما كيبقاش ليا الوقت باش ندير كلشي بوحدي. صافي الجلال بعطيتهم ليه هو اللي كيخدم ليا، قليل في كيخدم شي حاجه قليل. صافي هنا ملي نوصل هنا حدا الدوره، نقرب قلبي ما تيبانش ليكم، من نقرب هنا حدا الدوره كنبدا بحال كنشرب السفيفه، كندفع السفيفه عند الماكينه، حيت الدوره كتبغي شويه. هاد السفيفه ما عاونتنيش، مع قديمه ملويه كلها. المهم نخدم بحال هكا دائما، كنبقى نطوي هاد السنتيم داخل ونحط عليه السفيفه بحال هكا. ودائما كما تنقول لكم من قرب الدوره، هنا راني كرانيت فاش كان دايز داك، اش كيقول لك، مول الخبز، كان دايز حبست الفيديو كرانيت هنا بحال هكا، ضربه 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 صافي. وهنا يبقى غدا كما قلت لكم كنشرب، باش ملي نجي ندور الدوزيام ديال الكول يجيني طايح غير بوحدو. حالا كنبقى غدا دقه دقه، صافي حتى نوصل ثاني للقنت ونطوي ثاني هاد السنتيم الاخر. ندور ثاني ونهبط في حالاتي من هنا حتى للجلايل اللي تحت، هبطه وحده من هنا حتى لتحت. نقطع انا هاد السفيفه دابا، غادي نعاود الدوزيام ديالها باش نشوف. الدوزيام ساهل، كنجي ثاني للحرف ديال السفيفه، ماشي الوسط وماشي السنتيم، الحافه ديال السفيفه باش كتجيني زوينه في البيت. ملي نبغي نعاود عاوتاني الطرسان الاخر، ما كيجيش الفرق بينه وبين السفيفه الا خدمته بهذه الطريقه. المهم بحال هكا، هنايا السفيفه كتبقى هنا بحال هكا واقفه، كنشدها كنهبطها بحال هكا على شكل كندير بحال لبي، نديرها ونابليكيها بالماكينه نورك عليها، ونعاد نكمل الدوره ديالي كما قلت لكم، نخدموا على الحافه ديال السفيفه. شوفوا دابا الدوره كي جات دايره بوحدها بلا ما تعنكشني ما والو، جات راسها دايره. علاش؟ حيت شربت السفيفه قبيله. نخدم بحال هكا، وبالنسبه للبنات اللي بغاو يشوفوا الجلالب ديالي اللي تنخدم اولا التصاميم ديالي في الجلالب، دخلوا للانستغرام، لاباج انستغرام هي اللي كنحط فيها، سميتها حنان بريستيج. لما عرفتوش لولا ما طلعتش لكم، دخلوا هذا ديال القناه اللي سميتها جديد مع حنان، انستغرام ديال القناه الجديد مع حنان، تما غادي نطاقي لكم فيه لاباج الاخرى اللي فيها جليلبات. المهم دابا غادي نعاود الطرسان الثاني باش نكونوا كملنا. كما كنقول لكم دائما البنات فسخوا الكابلي، فسخوا الكابلي بحال هكا. دابا انا غنجر شويه القد اللي غادي يقدني ثاني، وما تحليش الكابلي بزاف باش عاوتاني ما يتبرمش لك، ما يتعقدش كله ويخسر. كندير بحال هكا، نجر وندير بيدي بحال هكا، بحال كندفع الكابلي. صافي بهذه الطريقه كنخدم. ملي كيتقاد لي داكشي اللي جبت يعني كنخدمو، كنعاود ثاني نجر واحد اخر ونفسخو حتى هو. ها كنمشي في الحافه ديال السفيفه
شي البرا وندور. سهل الصراحه، ما فيهاش شي حاجه صعيبه. هلا هكا دقه دقه. انت كتشوفي الحرف ديال السفيفه يكون في الوسط ديال الصباط، في الوسط، باش هكا تدوز عليه البرا وما يجيكش باين لا روتوش لا حتى شي حاجه. الله الا رجعتوا لي الذكريات في السفيفه والكابل. زوينه كنت كنحماق على خدمه الكابل والسفيفه، ديما نخدم الجلال ما عندي ما ندير بهم، نمشي نخدم جلابه باش نخدم في هذاك الكابل والسفيفه. مشينا ناخذ الثوب ديال الخيط الاولى 50 درهم ولا ما عرفتش شحال كانوا كيطلعوا ديك الساعه، والله الا كنت كنشري ديال 50 درهم كان كيعجبني نخدم هذا الشيء ونجي نفصلو باش نطلع فيه جلابه ونخدمها هكا بالكابل والسفيفه. المهم انتم شوفوا كيفاش طلعت، شوفوا اللوينه تا خربقناهم جو زوين. المهم جات على هذا الشكل ها نتوما بلا صليح بلا حتى شي حاجه، ها هي قدامكم كما شفتوا كما خرجتها من الماكينه طايحه بوحدها. ها نتوما ها الكابلي سفيف الكول ممشمق ما حتى شي حاجه، ها عاد باش ملي تصلح يا سلام. ها نتوما الظهر ديالها عادي، ما عنديش هنايا الفرق كاع ما بين السفيفه والكابلي، ما كاينش الفرق وما طلعتش ليا فوق السفيفه وداكشي كله اللي تتقولوا ليا. يعني خدموا بالطريقه اللي درت دابا، حطي حداك الفيديو وخدمي بنفس الطريقه اللي خدمت هنايا. بالنسبه لهنا عاد بغيتوا تركبوا العقيدات كتركبوهم، بغيتوا ديروا شي حاجه اخرى كديروها حتى هي، بحال مثلا ديك اللوايه اولا الكورميطه ديال هذا اللي كيخدموا بها، اي حاجه بغيتي تخدميها كتخدميها فيها. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واي حاجه باقي محتاجينها مازال خليو لي في التعاليق قولوا لي حنان خدمي معنا هذه وهذه باش نعرف انا اشنو اللي غادي نصور لكم من بعد ان شاء الله. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، والفيديو الجاي ان شاء الله.